للوهلة الأولى تبدو مدينة بريزنيكي مجرد مدينة روسية عادية تتعالى في سمائها مبان متداعية ويرتفع فيها دخان المصانع، ولكن في باطن هذه المدينة تكمن احتياطات ضخمة من البوتاس، وهو معدن مرغوب بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وتتضمن هذه البلدة الواقعة في منطقة الأورال على أكثر من 1200 كيلومتر عن شرق موسكو منجم بوتاس اكتشف في العام 1925، أطلقت أعمال التنقيب فيه خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية. ويشكل الاحتياط المؤكد لهذا المنجم 34.5% من إجمالي الاحتياط العالمي، ويكد العمال ليلا نهارا لتفتيت الصخر الكلسي الزهري اللون، وينقل الصخر بعد هرسه إلى سطح الأرض لاستخراج المعدن الثمين. ويستخدم البوتاس بعد تحويله إلى مسحوق في الأسمدة، هو يسمح بزيادة المحاصيل ويحسن نوعيتها ويعزز مقاومتها للأمراض. وفي ظل النمو السكاني المتواصل وازدياد حاجات البلدان الناشئة إلى الحبوب، يشتد الطلب على هذا السماد.